خد واحدة سيلفي على السخان كده. سيلفي؟ يلا. هو عبيط صح؟ تعبيط احنا في ايه ولا في ايه يا اخي؟ هي العيلة كلها كده؟ هي العيلة كلها ما فاضلش منها غير انا وهو بس، وحق ربنا بقها ما غلطش. نهار اسود؟ لا! انا اتضربت ضرب، انا مش ناقص ضرب. مستني مين؟ انا هتكون مستني مين يعني؟ مستخبى فين؟ مستخبوا هنا، استخبوا هنا. استرها عليا يا رب. حاضر حاضر يا سيدي، يعني انت لما هتخبط جامد الباب بقى يفتح لوحده. جلال باشا، منور الدنيا يا باشا. اتفضل اتفضل يا باشا. ازيك يا عربي؟ انا مش مصدق نفسي والله يا باشا. انت جاي عشان ترفع البصمات بتاعت الولد سيد مرسيدس وتجيب لي حق منه؟ والله العظيم يا باشا فيك الخير، اقسم بالله. اقعد اقعد. ما يصحش. اقعد. ما ينفعش يا باشا برضه. عشان اقعد يا عربي. لو نطينا هننزل على الدور رقبتنا، ولو نجينا من اللي فوق مش هننجى من المرزين تحت. هنعمل ايه؟ احنا جايين عشان بنحقق قضية قتل. ايه؟ قتل؟ لا يا باشا، أنا بتاع الرفايع، أنا 3 شهور 6 شهور مؤبدات إعدامات، بره عني الكلام ده يا باشا. هو مين قتل مين لا مؤاخذة يا باشا؟ أنت إمتى آخر مرة شفت بوسي؟ بوسي مين؟ بوسي عظمة؟ لا أنا ما ده أنا بقالي حبة حلوين ما شفتهاش. من أيام ما كانت البت سكينة بتجهز لفرحها. هي البت بوسي دي قتلت حد يا باشا؟ هي اللي اتقتلت. ايه؟ لا لا الا الله، بصي مين اللي اتقتلت يا باشا؟ فيا باشا انت بتبص لي كده ليه؟ على الطلاق بالثلاثة ما قتلتها، والله العظيم ما اعرف اقتل نملة. وبعدين انا مش هخاف، انا هتكلم في غير حضور المحامي بتاعي، وده لاني ما عنديش محامي اصلا. لا احنا عارفين مين اللي قتلها. طب يا باشا لما انتوا عارفين مين اللي قتلها ما تروحوا تقبضوا عليه، ولا انت جاي تستشيرني؟ انت يعني هتهزر؟ اقعد. انا ما اقصدش يا باشا، انا اسف. سكينة بنت خالتك هي اللي قتلتها. لا يا باشا، سكينة لا يمكن تعرف تعمل كده. اسمع مني، أنا لو متأكد 1% إن سكينة تعرف تقتل أنا كنت سلمتها لك بنفسي. أنت تعرف مكانها ولا إيه؟ لا يا باشا مش القصد، أنا قصدي يعني عايز أثبت لك يعني إن سكينة استحالة تعرف تعمل كده، يعني هو ده اللي في بالي. بص يا عربي، بنت خالتك كده كده هتتجاب، فلو أنت مخبي أي معلومات عني هخليك أنت اللي تشيل الليلة. والله العظيم يا باشا والله ما اعرف اي حاجة. وبعدين يا باشا هو انا لو عارف وانت عارف ان انا عارف وبستهبل على حضرتك وعايز اوصل لك ان انا مش عارف، ما انت اكيد عارف. يعني حط نفسك مكاني بالعقل كده وبالمنطق، لا يمكن هتمشي يا باشا. بص يا عرب، سكينة بقت بتشكل خطر على كل اللي حواليها، وزي ما قتلت اعز صاحبة ليها ممكن تعمل كده معاك انت شخصيا. انا؟ ايوه انت، عشان كده ما ينفعش تتستر على اي معلومة.